لأزيد من 4 سنوات لازلنا معتصمين ومرابطين في شوارع الرباط لدوافع ذاتية وعوامل موضوعية خارجية. أكيد أننا نعاني حاصلين على شهادة الدكتوراه نخبة هذا الوطن فئة الانتليجنسيا، ولكن نعاني من العطالة والبطالة. لما للعطالة والبطالة من آثار جد سلبية على النفس وعلى المجتمع. في يعني الآن نحن في منعطف خطير، في حركة تصعيدية، نحن عازمون في الأيام القليلة المقبلة على الدخول في إضراب عن الطعام. في الأسبوع الفائت كان هناك تدخل قمعي همجي من طرف جلاوزة القمع العمومي، ندين هذا التدخل الهمجي. في الأسبوع الفارط نقل بعض المصابين إلى المستشفى. كنا قد جسدنا وقفة سلمية احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي أو بالأحرى وزارة التوتر العالي. اليوم نحن الآن سنجسد وقفة أخرى أمام يعني وقفة تصعيدية أمام مبنى البرلمان، هذه المؤسسة التشريعية التي جميع المسطرة التشريعية تخرج في يعني يسنون قوانين هي ليست في صالح الشعب المغربي. اليوم هناك جلسة شهرية مساءلة رئيس الحكومة، ولكن بالرجوع إلى يعني إلى البرنامج الانتخابي للحكومة ككل، نلاحظ على أن هناك إصلاح للإدارة، يعني للتعليم، للصحة، للحماية الاجتماعية أو ما يعرف، لأن الحزب الحاكم اليوم هو يعني يرفع شعار الحماية الاجتماعية وأنه حزب اجتماعي واقتصادي. أكيد أننا اليوم نعاني من العطالة ونعاني من التهميش، يصدرون قرارات تهميشية عنصرية يعني ليست في صالح الدكاترة المواطنين ولا في صالح جميع الفئات الأخرى. يعني يوم نحن سوف نجسد وقفة نطالب بالإدماج الشامل والفوري المباشر لجميع أعضاء تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، كما أننا في الأيام المقبلة سندخل في اعتصام مفتوح عن الطعام تحت شعار الكرامة أو الاستشهاد. إما أنهم يعطون الكرامة أو إحنا يعني نأخذ الكرامة بطريقة خاصة اللي هو الاستشهاد. لازلنا نناشد الجهات المعنية، نناشد الحكومة الحالية بأخذ هذا الملف بجدية وبشكل آني حتى لا نصل إلى مختلف الخطوات المسطرة، لأن بطبيعة الحال كل ما ستؤول إليه الأوضاع ستتحمله المسؤولية، تتحمل المسؤولية الدولة خاصة الحكومة الحالية، فلتتحمل من هذا المنبر نناشدها عليها بالتدخل العاجل والآني لحل ملف دكاترة. نحن هنا لا نطالب إلا بالكرامة، لا نطالب إلا بالحصول على وظيفة تشرفني كدكتور أفنيت سنوات من النضال، عفوا من التحصيل العلمي. كنا هنا سنوات وإحنا ما بقى أمامنا بطبيعة الحال إلا هذا الحل، لأن بطبيعة الحال مختلف المناصب المعلن عليها فهي تشوبها الخروقات. بطبيعة الحال منها بعض الأشكال التصعيدية اللي خديناها كصمودات، احنا مقبلين على أشكال تصعيدية بطبيعة الحال مسطرة بطبيعة الحال سنوضحها أكثر في الأسبوع في الأيام القادمة ابتداء من يوم الغد. فكل يوم شكل نضالي قادم إلا وسيكشف عن شكل نضالي جديد. أكيد لما أقول أشكال نضالية تصعيدية جدا ولم يسبق لها مثيل معناه هناك أشكال، لأن الشعار الذي رفعناه في وضع هذا البرنامج هو إما الكرامة أو الاستشهاد. فإحنا بطبيعة الحال كل ما لدينا من قوة سينفذ، وبالتالي الحل هو الممات. فإذا لم تتدخل الجهات فلتتحمل كامل المسؤولية. إحنا لمدة 4 سنوات وإحنا في الميدان كنناضلوا، لا أحد يجيب على المراسلات، لا أحد يعيرنا أي اهتمام، ينهجون معنا سياسة الابتزاز وسياسة اللامبالاة وسياسة العبث، أنكم واخا غتبقاو في الميدان وغتناضلوا ما غنديروا معكم حتى شي حاجة. لهذا احنا اتخذنا قرار كتنسيقية التنسيقية الوطنية لدكاترة المغرب، اتخذنا واحد الخطوة أننا غندخلوا في إضراب عن الطعام، ومن بعد غندخلوا في اعتصام مفتوح، ومن بعد غندخلوا إن شاء الله في واحد الخطوة ما بغيناش نعلنوا عليها حاليا.